السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه رسالة باختصار. بداية نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كبيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على البشير النذير، على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، الذي جاء بالحق وبالنور بالقرآن والفرقان والسنة، فصلوات ربي وسلامه عليه. نشهد الله عز وجل وملائكته وجميع خلقه أننا نوحده وندعو إلى توحيده على بصيرة، وأننا نحفظ بفضل الله عز وجل بما أوتينا من قوة جانب التوحيد قولا وعملا، وأن ندب عن أعراض المسلمين والمسلمات وعن أبدانهم. فرسالتي هذه خاصة إلى المجدين والمجتهدين في باب العلاج، وأقصد بذلك الذين يسلكون مسلكا واضحا بفضل الله تعالى في ضربات العلاج، في خطوات العلاج، وفي أساليب وأسباب السير إلى الشفاء بإذن الله تعالى. أقصد بذلك الفئة التي تسير بفضل الله تعالى على سيرنا وعلى منهجنا بفضل الله عز وجل، وهو سير منهج لنا جميعا مشرقا ومغربا، في المشارق والمغارب. ثم أخص بالذكر الإخوة والأخوات، جزاكم الله تعالى خيرا على جدكم وحرصكم وعلى اجتهادكم مع المرضى. فالحمد لله الذي جمعنا على الهدى وألف بين قلوبنا. فأريد بإذن الله تعالى في هذه الرسالة باختصار أن أبين بعض النقاط. بعض الإخوة الأفاضل جزاهم الله تعالى خيرا أصبحوا بفضل الله تعالى يفكرون في عقد لقاء يشمل جميع الرقاة في ربوع المملكة الشريفة المغرب حفظه الله، ونحن بفضل الله مع الجماعة ويد الله مع الجماعة، لكن وجب أن نبين أمورا بفضل الله تعالى بصفة رئيس الجمعية المغربية للمحافظة على التراث الأصيل، وبصفة كذلك باحث في الرقية الشرعية، وبصفة معالج بفضل الله سبحانه وتعالى ومتخصص. فلا بد أن أبين بفضل الله تعالى ما أقف عليه بفهمي، وكذلك برؤيتي بفضلة أو بمتابعتي بفضل الله عز وجل، سواء الشق الشرعي أو القانوني أو العملي بفضل الله أو الأخوي بشكل عام. فأرى بفضل الله عز وجل أن هذا الاجتماع الحبي جميل من ناحية العرفية ومن ناحية الأخوية، هو جميل، وجب أن يتكرر ليس مرة في السنة بل على مرات بفضل الله تعالى، من أجل التآخي ومن أجل التآلف ومن أجل المجالسة والمذاكرة، وهذا أمر طيب. لكن هل فعلا أن عقد مثل هذه الاجتماعات بفضل الله عز وجل سوف يخلص الساحة من النزاعات أو يخلص من الاضطرابات؟ لا أرى ذلك. لماذا؟ إلا إذا كانت هناك شروط أو أسباب أراها والله أعلم. لأن سبق وأن التقينا مرارا وتكرارا في مناطق شتى، والتقينا بفضل الله عز وجل بعدد ما شاء الله من الإخوة والأخوات حفظهم جميعا الله سبحانه وتعالى، لكن خلاصة ذلك ما كانت سبحان الله لا شيء، نقولها كانت الأجر والثواب والمحبة، ولكن بعد ذلك لم نجد ذاك التآخي إلا نادرا، أو التوافق والتآلف إلا نادرا، والدليل ما يقع في الساحة، هل دب أحد عن فلان أو دافع الآخر عن فلان؟ لم نرى هذا، أو كانت هناك زيارات لم نرى هذا، أو كان هناك تكالف وتضامن حتى نفسي وأسري وأخوي واجتماعي مع الذين فقط اجتمعوا فيما بينهم، لا نرى ذلك. وأقول إن كررنا نفس الشيء لن نرى ذلك، والله أعلم أنا من جهة رؤيتي. لماذا؟ لأن تم أشياء في الكواليس وجب أن نجليها وأن نبينها حفظكم الله جميعا إخواني وأخواتي. أنا أرى والله أعلم قبل عقد اللقاء لابد أن تجلس يعني نخب الرقية تنقسم عندنا في البلد إلى نخب شرعية، نخب فكرية ثقافية، نخب عملية اجتهادية، نخب تتنوع، وفي كل نخبة هناك رؤوس. هذا حاصل واقع. هناك من يدعي أنهم يقدمون الشرع، ونحن نقول هذا الكلام وجب أن يؤخذ بعين الرضا، هذا في باب الحياد، حتى على نفسي كلنا الآن يدعي، فالذي سوف يثبت ذلك هو التوافق
هو التوافق أو الشق الآخر الشرعي أو القانوني. نبقى في الجانب العرفي فيما بيننا، إن تآلفنا عرفيا فذاك خير على خير، إن لم نتآلف على حسب ما أرانا، رسالتي وجوه للجميع، جميع الإخوة الرقاة في العالم خاصة في المغرب، يعني حتى يكون هناك تناوز وهناك صراع، نحن الأصل عندنا هو المحبة والأخوة وبقاء الأصل والدب عن المنهج، ولو كل واحد من جهته يدب عن المنهج بما يرى يناسب، مع الاحتفاظ على هيبة الآخر والاحترام والتقدير الذي ألزمه به الكتاب والسنة في عدم الغيبة والنميمة والقذف والسب. هذه الأصول لابد أن تكون يعني خلاص أشربها كل واحد منا على حسب سلوكه وتربيته بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن مع ذلك حين نجد هناك بعض الصراعات التي قد تزين باسم الدفاع عن الشرعي والدفاع عن المنهج، إذا دائما سيبقى هناك صراع، لأن هناك كأن هناك مدارس، كأن هناك جهات أو وجهات مختلفة، كأن هناك رؤية أو رؤى مختلفة في باب علاج واحد، وهذا شيء لا يضر، جيد. لكن حين يصبح الصراع في قدح في عقيدة فلان، في سيرة فلان، ربما تدخل إلى خصوصية فلان، هنا الأمور لم تعد طيبة ولن تكون طيبة. إذا حتى إن اجتمعنا، هل سنجتمع كلنا على توافق؟ لا أرى ذلك. سيجتمع البعض ويقصى البعض، وهذا هو عين المشكل الذي سوف يتكرر من جهة أخرى. إذا في رأيي المتواضع، لابد أن تكون هناك لجان تهيئ لله عز وجل، تعد نفسها طاعة لربها سبحانه وتعالى، وتكون مع توافق مع الإخوة جميعا لتقريب وجهة النظر. ولو تكون هناك جلسات ومشاورات ثنائية ثلاثية رباعية، موائد فكرية ثقافية علمية، حتى يتوافق الإخوة كل النخب أو كل الرؤوس أو كل يعني الوجهات والمهجيات على رأي مشترك، لأن حينما نكون نجتمع جميعا مع اختلافنا الفرعي نتوافق على الأصل، نتوافق على الأساس، مفهوم؟ ففي كل الجهات في كل المجالات هناك توافق على الأصل واجتهادات فرعية. إذا لم نتوافق على الأصل فستصبح هناك عقدة وهناك مشكلة، مفهوم؟ وبالتالي سيبين أن هناك لقاء وفق منهجية معينة، والآخر سوف يكون لهم لقاء وفق منهجية معينة، وبالتالي هناك مشرق وهناك مغرب، بينهم برزخ لا يبغيان. إذن هذا الأمر وجب كذلك أن يدرس دراسة جيدة. لا يجتمع الجميع في القلب شيء وفي الصدر شيء، تكون وضوح الرؤية، وضوح الرؤية قبل اللقاء بهذه الجلسات، مفهوم؟ أو كل فريق يرى نفسه أنه يرى على الحق في باب اجتهاده، هو يعلن طريقة اجتهاده التي يدين الله بها، حتى يكون كصفاء حينما يلتقي الإخوة والأحبة الذين يكونوا وسطاء أو يكونوا بفضل الله تعالى يد خير ممدودة لتجمع وتوافق ما بين الفرق أو ما بين الاجتهادات العملية الميدانية. وهذا الذي يجب أن يعلم حتى العامة لماذا هناك هذا الصراع، لأنه هناك مدارس مختلفة وفي أفكار مختلفة وجهات مختلفة، فعلى الأقل يكون كل إنسان يعرف سيره ويعرف منهجه وما يدين الله به، مفهوم؟ وبالتالي يقول نحن نرتب علاجنا وفق كيت وكيت وكيت وكيت، ونختلف في كيت وكيت وكيت وكيت. الآخر يقول نفس الشيء، إذا جلس الفرق جلس فيما بينها رؤوسها جلست فيما، وهذا الرؤوس ماشي معناها نقص الآخر، يعني من يمثلها حتى يكون هناك يعني كلام منضبط، ما يكونش قبل الجمع العام تكون فقط هناك كل فئة من يمثلها، فتجلس بإذن الله عز وجل لتقعد الأمر علميا وقانونيا وسلوكيا ونفسيا واجتهاديا وعمليا وكل شيء. حينما يجتمعون فعلا على هذه الكلمة، حينها كل واحد يرجع إلى قومه، يرجع إلى من وراءه ويخبرهم بذلك، فسوف هناك تراضي وتوافق وانشراح صدر ورضا، وبفضل الله تعالى يكون الجمع كله فعلا أخوي 100%. إن لم يكن هذا فهو مهزلة ومضيعة للوقت، وأعتذر على هذه الكلمة، سوف نضيع أوقاتنا وأوقات الإخوة والأخوات مشرقا ومغربا، وربما الإخوة الذين سيسهرون على هذا سوف يعذبون ويخرجوا بخفي حنين، ولا نرجو هذا. عندنا فهم، عندنا عقل، عندنا نور، عندنا خير، وكل الإخوة ربما إذا بحثوا في كلام الجهة المنطقية سيقول إذا كلنا فعلا نفكر في المصلحة العامة وفي المنهج وفي على أرض الواقع، هذا الكلام سينفع الإخوة والأخوات إن شاء الله عز وجل. إذا الذي أراه والله أعلم أن هناك لابد أن يجتمع الإخوة من قولها ونكررها ونعودها من الرباط، لا الإخوة
الإخوة يجتمع من يمثلهم الإخوة من أكادير، من يمثلهم من الدار البيضاء، من يمثلهم الإخوة من الصحراء، من يمثلهم من الشمال، جميع جهات المغرب شرقا وغربا شمالا وجنوبا، يجتمعون بفضل الله فيما بينهم بتوافق على منهجية أو على أسس، حين هذه الأسس من خلال يكون جمع وطني كبير بفضل الله، ثم الاجتهاد في مسألة الفروع بفضل الله عز وجل، الاجتهادية بفضل الله عز وجل. ومن جهتي لأني أجتهد في الفروع كثيرا وأجتهد في جزئيات العلاج كثيرا، أعقد أنا بصفة رئيس الجمعية المغربية للتراث الأصيل الآن بإذن الله، أعلنه للإخوة والأخوات، عقد لقاء خاص بي يكون قوة للقاء الوطني، ويكون قوة للإخوة الذين سوف يجتمعون، وأتمنى كل أخ عنده منهجية يعملها بإذن الله تعالى. هذا هو الذكاء، هذا هو العقل، هذا هو النور. أجتمع مع جميع من يمثلون الاجتهاد الذي أسير عليه بفضل الله تعالى، نجتمع حتى نعلم قبرنا في الساحة، عددنا، قوتنا، أهميتنا، قيمتنا بإذن الله. لا نحن الجباه، ولا نتكلم باب الضعف أو المهزلة، لكن باب الانضباط، ومن باب الشرع، ومن باب القانون، ومن باب النتائج بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن أنا أقول من يسير، كل واحد لابد أن يبين منهجيته حتى العامة يفهموا، ما يبقاش تخبط واختلاط في الألوان. إذن أنا لي منهجية وعرف بها 25 سنة، صار عليه عدد من الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات فضليات، يعني هذه المنهجية التي هي أراد البعض أنه يغيرها أو يحاربني بها، الثعابين والحيات والقردة والأصوات والاجتهادات، أنا أقولها بكل ثقة، هذه منهجيتي، ولن أغيرها ولن أنحد عنها، ولي فيها أدلة شرعية وعقلية وكل وحسية وعملية بفضل الله عز وجل. إذا أقول وأرى أن هذه هي المنهجية الناجحة، وأنا أعي قدر الكلمة بكل ثقة، هي الناجحة والدامغة، ومن ينكرها ينكر حقا، يراه في مجالسه، ويراه عند مرضاه، ويراه في مراكزه، أو يراه في زيارته للبيوت بفضل الله سبحانه وتعالى، ويرى التأثير والوقع والنفع بفضل الله تعالى لهذه المنهجية. لما يحكي لقاء الواعظ إسلام الجن هدايتهم بفضل الله، متابعة العلاج، الأساليب العلاجية كلها بفضل الله جلية وظاهرة. إذن نريد أن نعلن المغرب هؤلاء الذين سمع على منهج طريقة نعيم ربيع، يعرفهم الناس، حتى إذا أرض يقصدون العلاج الذي عندي لا يختلط لهم بناس آخرين لا يسلكون نفس المنهجية. وأعلنوا من عندي، من على سير على شكلي وعلى سيرتي، أقول في المغرب طنجة هنا، تطوان هنا، ونرى الآخر كذلك يعلن. أنا منهجتي النفي والوهم، منهجيتي الابتعاد وغلبة كذا، كل واحد منهجيته معلومة، لا داعي نتكلم في المنهجية الآن، تكلم فيما يخصني. إذا أعقد لقاء منضبطا قانونيا شاملا يعم المجتهدين على صعيد المملكة، وقد يأتي حتى أناس خارج المملكة، لنعرف ثقل هذا المنهج وقوته بإذن الله تعالى. والآخر كذلك يعقد لقاءه، والآخر يعقد لقاءه، وسنرى إن شاء الله تعالى النتائج الشرعية والاجتهادية والعرفية في المحبة وفي المتابعة كذلك، وفي النتائج بإذن الله عز وجل. وكل من يعرف ثقله ووزنه، ويعرف كذلك أهميته وقدره، ويعرف حقه وباطله ونوره وظلامه بفضل الله، حينما نجمع نحن الذين على هذا المنهج بإذن الله، الآخر كذلك، حينما نذهب إلى أي لقاء أي مؤتمر يعرف مكاني ومن معي، ومكان الآخر ومن معه، والآخر ومن معه، والحاجة من تحتاج، والساحة من تحتاج بفضل الله تعالى. كلام منضبط وجميل مع المحبة والإخوة والأخوة للجميع بإذن الله تعالى، في انتظار التحاق الإخوة والأخوات الذين يسمعون على هذا المنهج بإذن الله في الاجتهاد. وقولها بكل ثقة، ولا تخشوا في الله لومة لائم، لأنكم أعلم بحاجة الناس، وأعلم بوقع هذا المنهج وهذه المنهجية بفضل تعالى، ونفعها أو نفع على المرضى. إذا قولوها بفخر، وتعالوا إن شاء الله اتصلوا على الأرقام الثابت، المعلومة عندي في الدار البيضاء، المعلومة عندي في مراكش، المعلومة على وسائل التواصل، ونعقد لقاء قبل أي لقاء بإذن الله، حتى نعلم من نحن وأهميتنا وقدرنا وثقلنا بفضل الله عز وجل. وحينها بإذن الله تعالى إذن المعدودة للجميع في أي لقاء بإذن الله تعالى. واجب الآن خلاص كل واحد يعرف رتبته بالعقل وبالمنطق وبالشرع وبالقانون مع المحبة. ولكم واسع كامل المحبة، والسلام على الأحبة، سلام الله عليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.